تحكي يقول لك انت ضد المدرب المحلي. يا اخي احنا مو ضد المدرب المحلي، لكن المدرب المحلي خليه يطور نفسه، خليه يطلع يطور لغته. يعني المدربين احسن ما يطلع 10 20 مره بالاسبوع عند نفس التصريح الفد 20 قناه، يروح يقعد ساعه ساعتين يوميه يطور لغه الانجليزيه شيء. اغلبهم انا اعرف الممارد اسمي المسميات، المدربين اللي اخذوا شهادات تدريبيه البحث مالتهم مو هم كاتبين زين، كاتبين لهم اياه بالانجليزي. انا متاكد منها معلومات تحسب عليك حسام، تحسب عليك هاي النقطه، تحسب عليك هذا البحث يعني مو مسوي احد اخر. انا حفاظا على بعض لا ما اذكر، لا ما انا اعرفه كل زين. يعني زين بحوثهم اللي تن اللي قدموها مو هم كاتبيها، مو هم كاتبيها. نعم هي نعم متاكد. متاكد مثل ما هسه اسمعك. طيب يعني هاي معلومه من عندك طبعا، وطبعا حق الرد مكفول. لا لا نعم حق الرد مكفول. لا لا وايد انا ما سميت مدربين، بس اقول لك الكثير من المدربين لا شهاده اكو مدربين البحث التدريبي. نعم اي مدربين، ومدربين دوري ممتاز. دوري ممتاز اها نعم نعم زي. نعم العراق بطوله الخليج يعني هي صارت عقده بصراحه، عقده وكنا بداخلنا احنا نعرف يعني يمكن من شبه المستحيل صار انه نشوف بطولة خليج بأرض العراق. برأيك العراق لازم شلون يتعامل؟ شلون لازم اتعامل بهذه المرة على شرط هذه المرة؟ شلون لازم اتعامل؟ اول البطولة يعني احنا من ناحية الملاعب ما اعتقد يعني عندنا مشاكل جاهزين، يعني ملعبين بس هو ما اعرف يعني ممكن يعتمدوا ملعب الفيحاء، يعني مو شرط كل الملاعب تصير بال صارت كأس الخليج. يعني هو ملعب الميناء كان الموضوع اللي ملعب الميناء خوف. ملعب الميناء، ملعب الميناء اذا ما كمل ملعب البصره وملعب الفيحاء. بس هي المساله اعتقد يعني شغلات لوجستيه، شغلات فنادق، شغلات يعني فنادق مبنيه. حسام انا زرت البصره، انا زرت البصره قبل سنه او اكثر زرتها، وكانت يمكن شفت اني على مربع عيني يمكن شفت فت خمس فنادق تقريبا راح تجهز، يضاف لها فنادق المدينه الرياضيه اللي هم ثمانيه. بالضبط هي هذا هذني جهزت جاهزات حسام جهزت. نعم جهزت. نعم انا هذا اللي اتكلم عليها اللي هي اللي هو طبعا التنظيم هو دعم شغل دوله، دعم دوله. احنا نقدر يعني احنا مثلا حتى نبدد الشكوك ممكن اتحاد الكره وعن طريق وزاره الشباب والدائره الاعلاميه تسوي فد فيديو توضيحي. بطولات غرب اسيا خير دليل يا حسام، بطولة غرب آسيا ما صار لها شهر شوية خلصانة. لا لا القصد الفنادق، الفنادق الفنادق اي نعم فنادق المدينة الرياضية المخصصة. جت اللجنة وشافت، جت اللجنة صارت كذا شافت اللجنة هذه اي حتى خليها فيديو حتى اوضح للعالم الماء جوي. احنا مو بهذا السوء. يعني اليمن مثلا هل كان وضع اليمن افضل من وضعنا من منظمه كاس الخليج؟ دي شوف التصريح الجار جاسم الرميحي حول اليمن ملاعب هسه سمعك اياه حتى بملاعب تارتان نظمت البطوله. اقول لك كان تطلع سنتيات فوق الوفود الله يخليك قدامهم دبابات يعني وسيارات مدرعه وشرطه من يروحوا للملعب. موضوعهم ما كان سيء. احنا مشكلتنا الاتحادات السابقه ايضا نطت حجه لنا اعترفت بعدم قدره العراق. يعني انا اتذكر تصريح الناجي حمود وتصريح عبد الخالق مسعود وقتها ظهروا وقالوا احنا نعم غير مستعدين، ويمكن يتذكرها الاستاذ نعم عدنان يعني طلعوا بتصريحات رسميه فعلا بان احنا حاليا غير قادرين على الاستضافه ولهذا تنقلت البطوله. لكن يعني احنا ايضا نعطيناهم حجه، لكن حاليا يجب ان نوضح الامور، يجب ان يكون اتحادنا لكلمه قويه بان احنا هاي النسبه تردتوا من عندنا هذا خلاص احنا عندنا 30 6 بعدها حاسبوني.